متابعي موقع وتلفزيون الوطن، معكم أقسم عطاء الصحفي بالجريدة من دمياط. نحن الآن من داخل مكتب الأستاذ أحمد عيد عبد الكريم، المحامي، محامي الممرضة الشريفة الأمينة ياسمين عبد المحسن جمعة، هيحكي لنا تفاصيل الواقع بالتفصيل. منورين مكتبنا. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أحمد عيد عبد الكريم المحامي من مركز كفر سعد دمياط. هديكم بس ملخص سريع عن الأمر والأستاذة ياسمين. الأستاذة ياسمين عبد المحسن طبعا تربطنا بهم هي وإخواتها صلة معرفة جامدة وقرابة، وهم طبعا من عيلة معروفة في البلد، لهم طبعا احترامهم ومحد يعني عيلة، يعني أنا يمكن ممكن أقول كلامي فيهم، بس عيلة مشهود ليها بالنزاهة والأخلاق والاحترام والأدب. الأستاذة ياسمين ممرضة بالوحدة الصحية بقرية البدراوي تابعة للإدارة الصحية بكفر سعد محافظة دمياط. في بداية الأمر الأستاذة ياسمين موظفة ممرضة عادية خالص، ليها راتب بينزل، مستلمة طبعا فيزا الخاصة بالراتب اللي بينزل عليها من الدولة. طبعا الأستاذة ياسمين وهي بداية الموضوع بدأ من 25/1 من راتب شهر واحد. الأستاذة ياسمين توجهت بتاريخ 25 عشان تقبض راتب شهر واحد، توجهت لبنك القاهرة عشان تسحب من مكنة الاي تي ام الخاصة ببنك القاهرة، لأن مفيش بنك أهلي موجود في مركز كفر سعد. فسحبت، ادت أمر السحب ب4000 جنيه، جزء من الراتب بتاعها. فطبعا بعد ما سحبت استعلمت عشان لو في حوافز موجودة أو أي أمر تسحبه عادي. فوجئت إن لقت رقم موجود ظاهر على الشاشة كبير جدا، فالامر صدمة. وموظف بيقبض من راتب مبلغ كبير انا مش عارف اقرا، هي قالت لي انا ذهلت، انا وقفت مش عارف اقرا المبلغ. في بداية الامر كان حوالي 900 حاجة و90 مليون، لا ده في الاول، لان الموضوع طبعا كان في امر طرح وانا هشرحه واسرده ليكم طبعا. قامت سحبه مبلغ تاني افتراضا منها ان المكنه في حاجه، قامت سحبه فعلا طلع مبلغ مالي تاني. توجهت للاداره للمسؤولين، يا جماعه انا جيت اسحب راتبي لقيت فيه كذا، قالوا طب احنا هنراجع الحسابات هنشوف الامر في ايه. سكتت ياسمين، خلاص طالما المسؤولين هيراجعهم خلاص يبقى الامر اكيد الامر هيرجع الفلوس تاني، انا ماليش علاقه. قامت طبعا راحت بعد فتره برضه جت تبص، سحبت لقيتها برضو بتسحب فلوس تاني، لأ الأمر فيه حاجة. توجهت للبنك قالوا لها لأ الأمر مش بتاعنا، دي فلوس نزلت لك في الحساب على فيزة الراتب بتاعتك، والأمر لأ مش بتاعنا، روحي راجع الإدارة بتاعتك أو راجع الماليات أو راجع الوزارة. قلت لهم يا جماعة أنا في صدمة، أنا في حيرة، دي مش فلوسي، وأنا عاوز أعرف الفلوس دي بتاعت إيه وترجع لأصحابها. أنا قامت راجع الأستاذة ياسمين، دخلنا برضو فضلت تجرب برضو، سحبت أجزاء بسيطة جدا، في فلوس بتيجي برضو، الموضوع لسه ما فيش رجعة فيه. دخل علينا راتب شهر 2، طبعا قبلها برضو رجعت المسؤولين، لا قالوا لها طب احنا لسه بنشوف الحسابات ونشوف الأمر. حضرتك معايا في الموضوع من الأول؟ لا، في جزء كنت انا بقى حاضر فيه في الاخر، لان انا طبعا اخواتي اعلموني بالامر ممكن في اواخره شويه. فطبعا لما ينزل الراتب شهر 2 فوجئت بنفس المبلغ نازل، يبقى احنا كده وصلنا للمبلغ في الحساب حوالي 2 مليون الا زاد، يعني في شهر زاد تلقائي نفس المبلغ تاني. فطبعا قامت سحبه برضو مبلغ 4000 جنيه، تمام، وبتشيك بقى برضو المفاجاه بقى، هي برضو سحبت 4000 وقامت لقت برضو المبلغ، قامت سحبه ال 4000 وسابت بقيه المبلغ زي ما هو، تمام. توجهت بقى للمسؤولين تاني قالوا لها طيب تمام، فشيكم حصلت الامر. فطبعا توجهوا للبنك حصل الامر، المهم اتصلوا عليا بقى، فاخواتها كلموني قلت لهم لا احنا الوضع دلوقتي في وضع لازم ناخد اجراء قانوني لحد ما نشوف بقى هما الدوله اللي تتصرف او الجهات المعنيه هي تتصرف في الامر ده، بس احنا لازم نأدي رسالتنا ان احنا نرجع الشيء لاصله موجب اجراء رسمي عشان ما يبقاش عليها اي مسؤوليه، تمام.
هما ما كانش عندهم اي مانع، هما عاوزين يوصلوا ان احنا الفلوس دي مش بتاعتنا وعاوزين نرجع، لان دي ناس ما بتقبلش اي حاجه على نفسها. فعلا جم توجهنا طبعا رامي بيه العراقي مباحث كفر سعد، علم بتفاصيل الموضوع. طبعا توجهنا لمباحث الاموال العامه، اشرف بيه الراعي طبعا برضو قابلنا مقابله، طبعا يعني ما شاء الله يعني قابلونا مقابله فعلا، سهلنا لهم كافه الموضوع قدام. طبعا تقبلوا الموضوع وعرفوا تفاصيله، وجبنا كشف حساب بالمبلغ اللي موجود وشرحنا لهم الوضع. طبعا فصلنا له ان النهارده تم بمفاجاه المبلغ، السحب مبالغ من مفاجاه الرقم اللي كان بيظهر، انا عاوز اعرف الفلوس دي بتنزل لي منين، والمبلغ طبعا موجود اللي السحب. عملنا المحضر، خد الاجراءات، رفعنا كشف الحساب، اخذ رقم اتحول على نيابه كفر سعد تخشوا انزل. طبعا امبارح كان التحقيق حوالي بعد العصر نيابه كفر سعد، برضو دخلنا سردنا الموضوع وتحقق معانا. قبل ما نروح بقى الصبح، بقى الصبح قبل ما نروح النيابه، تم ايداع مبلغ 43,000 جنيه في ماكينه الاي تي ام الخاصه بالبنك الاهلي. طبعا مع اللي هو الجزء اللي السحب، طبعا هي خدت راتبها وده الجزء اللي السحب بطريق المفاجاه، عشان برضو الناس اللي بتشكك، لان احنا وصلنا طبعا تشكيكات الناس اللي عماله تقول لا ده سحبت مبلغ 600,000، لا ده خدت 500,000، لا ده خدت كذا. لا، الاستاذه ياسمين لا غبار عليها وما سحبتش اي فلوس، الا الفلوس اللي سحبت دي كانت عن طريق 3 4. انا عاوز اشوف المبلغ ده في ايه، ده غلط مكنه، ده غلط كذا، هيقولوا بقى طب ما كانت اكتشف. لا، احنا بلغنا المسؤولين من الاول وكانوا يقولوا الامر يتحل، فكان امر طبيعي من اي موظف طبيعي انه هيروح يتاكد يجي يشوف الموضوع ده صح ولا لا. سحبت بناء عليه المبلغ كان موجود فعلا، وتم ايداعه يوم الجمعه صباحا في البنك، في ماكينه البنك الاهلي في مدينه دوماتي الجديده. تمام، هيقول لي برضو كلام هيقوم قايلين المكنه هتاخد، لا تم المبلغ حسب ما المكنه اتحط لها مبلغ، لحد ما وصلنا ان تم ايداع مبلغ 43,000 جنيه. معانا ايصالات بالكلام ده، موجود ايصالات بالكلام ده، وتوجهنا للنيابه العامه، سلمنا الايصالات والفيزا وكل ما يخص الحساب، وال 43,000 تم ايداعهم. طيب جينا نعمل كشف حساب مختصر، عشان انا مصداقيه بالظبط في اللي انا بقوله، جينا نطلع كشف حساب مختصر عشان نشوف المبلغ تم في ايداعه. قال لك برجاء استعلام مراجعه البنك. كلمنا خدمه العملاء، السيده ياسمين كلمت خدمه العملاء، قالوا لها تم ايقاف الحساب وايداع المبلغ ده 43,000 ده مش هيسمع الا يوم الاحد. فطبعا النيابه العامه شرحنا لها الامر وسلمنا الورق والفيزا، وطلبت مننا ان احنا نجيب كشف حساب 3 شهور، والمبلغ هيبقى طبعا في اجمالي مبلغ ال 43,000 يبقى الشيء رجع لاصله. تمام، والفلوس ترجع للدوله تاني من السيده الامينه اللي كانت جديره بالمسؤوليه والامانه اللي هي شافتها واتحطت فيها. تمام، وعملنا اجراءاتنا ومضت على الاقرارات. ما كانش عن استاذه ياسمين ما كانش عندها اي مانع في اي شيء يطلب منها تعمله في سبيل ان المال يرجع لاصحابه، انها مضت على اقرار ان هي طبعا ما لهاش حسابات بنكيه، بس مضت على اقرار من عادي ما يجوز الاستعلام عن اي من اي بنك على اي حسابات ليها او اي مبالغ ماليه ليه، لان يا استاذه ياسمين ما لهاش اي مبالغ ولا لها اي حسابات في البنك خالص، ما كانش عندها اي مانع. انا هدفي كان هدفها ان الشيء ده يرجع لاصله. طبعا انا بنشك طبعا، وانتم موجودين في مكتبي، الاستاذه ياسمين شريفه وامينه ما تقبلش الحرام. طبعا الاستاذه ياسمين متزوجه من زوج فاضل واخ فاضل، ولديها 3 اولاد، دكتوره ومهندس وطفل طبعا في ثالثه اعدادي، فعيله ما شاء الله. يعني انا يعني عيله ادب اخلاق احترام امان. تمام، وبناشد طبعا اللي بقى اللي نزل بقى الوقت اللي يقول لا ده سحبت كذا، لا كله بالورق وبالمستندات، واحنا مستعدين نروح لاي جهه نسرد كافه الامور، ما عندناش اي مانع. اما الست الشريفه الامينه دي واجب علينا ان احنا نشكرها ونحييها. تمام، ونقدرها ونكرمها من الجهات المسؤوله، ده واجبها علينا.
تمام. وبشكركم، وده كان موضوع، وحاليا المحضر لسه في النيابة العامة تمام للتخصص شؤونها، وان شاء الله هنبدأ نشتغل في الموضوع ان شاء الله من بكرة، توجه للبنك نجيب كشف الحساب عشان نقدمه للنيابة العامة ان شاء الله. اما المبلغ كله في حسابها ما سحبتش الا المبالغ اللي هي 43,000 جنيه اللي سحبوا بمحض المفاجأة، ان انا عاوز اتأكد دي ده المبلغ ده صح المبلغ ده لا، انا عاوز اتأكد. فعادي كانت زي اي حد تلقائي هيسحب، هيشوف ده البنك ده صحيح المكنة في حاجة، وتم ارجاع الشيء لاصله. دي الحقيقة كلها كاملة مكلمة. فانا من هنا بشكر وبحيي الاستاذة ياسمين عبد المحسن على امانتها، لان احنا دي من الناس يعني الطيبة اصول احترام، فلازم النهاردة نحيي الامينة دي. وانا من مكتبي بشكرك يا استاذة ياسمين، بشكرك على امانتك واخلاصك.